ديد آيلاند كانت عجبتني. ليش أتكلم عن ديد آيلاند؟ لأنهم نفسهم مسوين داينغ لايت. اسم الديفلوبر تيكلاند. لما أقول ديد آيلاند عجبتني أقصد عجبتني لمدة 10 ساعات. بعدين طول الوقت نفس الشيء. بس حط ببالك إني لعبتها 10 ساعات، وعشر ساعات مو شوية. نظام الطق والأسلحة أحسن وأبرز شيء بديد آيلاند. بس نظام مهمات والتكرار كانوا أبرز شيء من ناحية الخياس اللي باللعبة. لا تفهمني غلط، أنا لعبت ديد آيلاند 10 ساعات، داينغ لايت لعبتها كاملة، عشان شيء سويت مراجعة. داينغ لايت لعبة زومبي نفس ديد آيلاند، يعني بتكون نسخة منها ولا فيها أشياء غير. الأحداث تصير بمدينة اسمها هاران اللي تلعب فيه كايل كرين دازين عشان يلقى ملفات ضرورية قبل لا يطلعون الزومبيز. كان وقت الأولمبياد بالمدينة. أنا أقول زومبيز لأن حتى باللعبة يسمونهم زومبيز، فراح تشوف ناس من كل الدول عشان الأولمبياد. راح تشوف الأمريكي والبريطاني والهندي والعربي، راح تسمع لهجات مكسرة أكثر من أي شيء ثاني، وهالشيء حلو. مو شرط كل لعبة يكونون كل الموجودين أمريكان. البداية زينة من ناحية الدوافع، أنت ليش تسوي كذي؟ لأن هذه مهمتك. ليش الكل متقبل الوضع؟ لأنهم عايشين بهالوضع. ليش يقدرون ينطون ويتسلقون ويسوون الأشياء اللي أنت تسويها؟ لأن قائدهم مدرب رياضة، هم يدورون علاج. أنت ليش تهتم؟ لأن من البداية الزومبيز يعضونك. كل شيء لا دافع، حتى لو دافع عادي ومتوقع. أهم شيء يكون منطقي، مو رايح سياحة بعدها يذبح 3000 واحد عشان ربعه. القصة زينة بس مو قوية، يعني تمشي على قواعد القصة الصح، ما فيها أشياء مو منطقية ولا أغلاط كبيرة. مشكلتها أن كل شيء تقدر تتوقعه من البداية. في شخصيات زينة مثل جيد اللي هي بطلة MMA، بس ما في تطور بالشخصيات. كل شخصية نفسها من البداية للنهاية. يعني القصة والشخصيات زينين كفاية، لا تتوقع شيء قوي. الشيء القوي الأصوات، كل واحد فيهم يضبط انجليزي مكسر، وصوت كايل كرين مضبوط بعد، الممثل نفسه اللي يمثل صوت سونيك. بس ما ادري ليش حركه الحلج بصوب واصواتهم بصوب. My dad passed away a couple of days ago, but he taught me how to survive. ما تنغثى ما تشوفني اتكلم بهالطريقة. البداية من ناحية لعب كلش مو زينة، لدرجة اني كنت اجبر نفسي وانا العب. بداية اللعبة اخيس شيء باللعبة. لما اقول بداية اللعبة اقصد اول 3 أو 4 ساعات. انت تكون ما تقدر تسوي شيء، لازم تطق الزومبي 10 مرات عشان يموت، وبسرعة تتعب لما تطق. ما في اسلحة زينة، وما تقدر تضيف شيء على الاسلحة اللي عندك. ولما يصير الليل يجبرونك انك تروح مكان عشان تنام. ونظام المهمات غبي، روح 3 أماكن كل مكان بصوب بس عشان تضغط شيء وترجع. ليش نظام المهمات غبي؟ ليش نظام الطق غبي؟ ليش كل شيء يبيه للسنة على ما اسويه؟ ليش البداية خايسة؟ ليش انا قاعد العب هاللعبة؟ ليش انا لمحي ما انتحرت؟ هو نظام المهمات كذي عشان 3 أسباب. اول شيء عشان تروح كل مكان بالعالم، هم مسوين عالم، شلون تتجرأ وما تروح كل مكان؟ راح نجبرك على هالشيء. السبب الثاني عشان يزيدون مدة اللعبة. تعرف لما بأساس كريد يخلونك تلحق واحد ويقولك مشاكل حياته؟ هذه طريقة أساس كريد بزيادة مدة اللعبة. اغلب الالعاب يخلونك تسوي نفس الشيء باماكن بعيدة عن بعض. السبب الثالث هو عشان تتعود على اللعب، لان لازم تتعود على الافكار الموجودة قبل لا يضيفون فكرة جديدة. المشكلة بداينغ لايت ان الاشياء اللي بالبداية كلها مو حلوة، حتى ما تقدر توخر. هذا ابجريد لازم تطلع عشان توخر، شيء اساسي باللعب. الشيء الزين انه مو كل لعبه كذي، هذه بس البدايه. بعدين راح تشوف مهمات قويه، وراح توصل اماكن ما تروح لها باي وقت ثاني. راح تسوي اشياء مره واحده وخلاص، مو شرط تسوي 3 مرات في كل مكان بروح. هذا عن المهمات الاساسيه. المهمات الجانبيه اغلبها تبقى نفسها، يمكن تلقى كم مهمه جانبيه زينه، بس اغلبهم يقولك سوي نفس الشيء 3 مرات. بس هذين المهمات جانبيه، يعني انت مو مجبور عليهم. اللعبه كلها كل ما تلعب اكثر كل ما تصير احسن. شعار اللعبه جود نايت جود لك، شعاري انا حق اللعبه اصبر عليها راح تصير احسن. نظام الطق راح يصير عجيب، في انواع من الاسلحه وتقدر تضيف عليهم كهرباء او نار او اي شيء ثاني، وكل نوع له مميزات وسلبيات، وتقدر تقوي الاسلحه. راح يصير عندك اشياء تحذفها، سوي لهم كرافتنج. نظام الطق قريب من ديد ايلاند بس احسن تقريبا كل شيء. تقدر تركض وتنط وتتسلق نفس ميررز ايدج، وضابطينه عدل نفس ميررز ايدج، وبعض افكار من سكايرم وليفت فور ديد. والابجريد شيء عجيب، في 3 أنواع من الابجريدز. واحد يكون حق الحركات اللي تسويها، تقدر تطلع ابجريد عشان تنط على الزومبيز، وفي حق الطق، تقدر تدوس على راس الزومبي اللي طيحته على الارض، وفي سرفايفر. هذيل اغلبهم ابجريدز عاديين، بس في كم واحد حلو، نفس اللي طلع الدرع او جرابلنج هوك. الابجريدز بشكل عام روعه، حتى كل شيء تاخذ له النقاط بطريقه غير. وفي تنويع بالزومبيز، التنويع العادي المتوقع، في زومبي عادي، زومبي يركض، زومبي ينفجر، زومبي قوي بطيء ثقيل، زومبي يقط عليك اشياء سامة من بعيد. تنويع عادي وموجود بالعاب ثانية وايد، بس ضابطينه كفاية. ومرات تمر طيارة تقط اشياء لازم تروح لها بسرعة، لان يمكن ناس غيرك يوصلون قبلك ياخذون الاغراض. تخلي العالم يكون عايش وتخليك انت تستوعب ايش قاعد يصير بالعالم. هذا بالنهار، بالليل سالفة ثانية. لما يصير الليل اللعبة يصير فيها ستيلف، في زومبيز ما يطلعون الا بالليل، اقوياء حيل ويسمعونك، واذا شافوك راح تتمسخر. تقدر تروح اماكن تنام فيها. الجانب الزين انك راح تاخذ ضعف النقاط اللي تاخذها بالنهار، يعني اصعب تطلع بالليل، بس هالنقاط راح تفيدك حيل لو تبي تخاطر بنفسك، لان اذا خسرت
سواء بالليل او بالنهار راح تخسر نقاط وايد. داين لايت ما فيها شيء جديد ولا شيء قوي حيل، بس كل شيء تسويه تربطه كفايه الا اول 3 ساعات. داين لايت لعبه تتميز بينها ما تتميز بشيء. ما اقدر اقول لك العب دادانت بدال داين لايت ولا ميرز ايج بدال داين لايت، لانه ما في نفس داين لايت. ما في لعبه تجمع هالاشياء وتسويهم زينين كفايه. افكار داين لايت تاخذهم من العاب ثانيه وما تخليهم احسن. خلنا نخلط اشياء مع بعض يمكن تطلع لعبه حلوه. وصدق داين لايت لعبه حلوه. اللعبه مقسمه على نصين نفس فكره شادو اوف موردر، بس بداين لايت للاسف النص الثاني مو زين بالبدايه، لان فجاه اللعبه تصير اصعب وايد. يكون في زومبيز اللي يركضون، ولما يكون في وايد زومبيز يركضون يصير اللعب يغث، بس مع الوقت تتعود وتعرف شلون تتصرف. انا استغربت ان الموسيقى حلوه نفس مستوى موسيقى واتش دوغز. من الاشياء الزينه بواتش دوغز كانت الموسيقى اللي تشتغل بالمهمات. اصلا الاصوات بشكل عام داين لايت قويه، بس انا مستغرب ليش ما في موسيقى عربيه. الوضع يشجع على موسيقى عربيه بس ما في. للاسف الاجانب يسوون موسيقى عربيه احسن من العرب نفسهم، فكان ودي اسمع موسيقى عربيه. لا تحط بالك ان هذا شيء سلبي، هذا شيء مو سلبي وما يضر اللعبه، لان الموسيقى الموجوده حلوه حيل. الجرافكس بشكل عام حلو، احلى شيء الاضاءه والنار والدخان المؤثرات هذه، بس لما تقرب عند الاشياء راح تشوف كنا واحد ملزق جرايد على الطوفه. يبقى الجرافكس حلو لانك ما راح تتلزق عند كل طوفه تلقاها. الاشياء اللي تكون متاخره باللعبه هي المسدسات، واستعمال المسدسات شيء عجيب. لما يصير شوتينج بشكل عام اللعب كله يصير حلو، كل طلقه ثقيله حيل، واللي ضدك راح يمسخرونك لو تطلع لهم، والمسدسات تصح اكثر انك تطق فيها الناس مو الزومبيز، فتكون اللعبه موزونه حتى مع المسدسات. مده اللعبه تقريبا 20 ساعه، ولو بتسوي كل المهمات الجانبيه يمكن توصل 30 ساعه، وفي تشالنجز بعد، وانت تمشي يمكن تلقى ناس تساعدهم، وفي اونلاين اسمه بي ذا زومبي، حلو حيل، تلعب زومبي وتهجم على ناس بلعبتهم، ويصير تلعب بانسان وتخلي زومبي ثاني يهجم عليك لو تبي. في شيء احتمال انك تعرفه عن داين لايت، فيها وايد ايستر اكس، ايستر اكس يعني اشياء سريه، عاده تكون استهبال، شيء حلو لما نشوف لعبه فيها ايستر اكس، معناه ان الديفلوبرز مستانسين وهم يسوون لعبتهم، ويقدرون يبينون حبهم حق الالعاب بشكل عام، بس للاسف الايستر اكس مو كلهم حلوين، يعني مثلا مال ديستني كلام ينكتب تحت وبس، وحتى بعض الايستر اكس الثانيين مالت مثلا ماريو يطولون زياده عن اللزوم، بس بشكل عام بدام في ايستر اكس هالشيء حلو، بس مو هذا المهم، المهم انت الصح لك داين لايت ولا لا، اذا تبي لعبه تضبط كل شيء تسويه ما تسوي شيء زياده ولا اقل. العب داين لايت، بس مثل ما قلت لك اصبر على البدايه وراح تشوفها تصير احسن. واذا عجبك الفيديو لايك سبسكرايب، والفيديو الجاي ما راح يكون مراجعه. قرباع